طعنت الغريب تجرح، طعنت القريب تذبح، جوا الروح تنام، كل مين بقصره بيفعل، بس المنحبه منزعل علمي. أنا بدي كمل الدنيا. حلو، ولقيت بنت الحلال اللي تقبل فيه؟ شبني معلم؟ أمي الله يرحمها كانت تقلي إنك أنت أحلى شاب بالحارة. ليش ما بتسمع المثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ بيقول الأب بعين أمه غزال. الله يسامحك يا معلم، هلا أنا عرفت. لا أمير، عم بمزح معك، ما بتعرف قديش بعزها. والله أنا بعرفك يا معلم، مشان هيك أنا أجيت لعندك. المهم فهمني، مين بدك تتجوز؟ أنا إلي الشرف إني أطلب إيد بنتك رباب. شو؟ أنت بدك تتجوز بنتي رباب؟ أنا طالب بالحلال يا معلم، وبتعرف ما لي حدا مقطوع من شجرة، وإلا يا معلمي كنت جبت لك جاهة طويلة وعريضة. لك تجيك مجية أنت واللي بدك تجيبه، أنت بدك تتجوز بنتي رباب؟ لك شو جنيت أنت؟ طار عقلها؟ معلم أنا طالب بالحلال. إن شاء الله بيطلبوا لك الموت وبيلاقيك، وبيطلبوا لك المرض وبتنبلى فيه، قول آمين ولا؟ معلم ليش عصبت؟ والله أنت مقام أبي. ولي أكيد هذا سمير. وشو عرفك إنه هذا سمير؟ ولي هذا أكيد جاي يدور علي، كنا قلت له أنا رايح مشوار بس ما قلت له لوين. لك ليش عم تولول ولا؟ ولي ما بدي يعرف اني جيت لعندك، ما بدي احكي بالقصة قدامه. انا قايم افتح له، واذا سمعتني عم بحكي انا وياه فوت تخبى بشي قرني. ايه امرك معلم. شبك جاي لعندي بنصاص الليالي ولا؟ معلم امير جوا. اه
لا مو جوا، شو بدك منه؟ معلم في موضوع مهم بدي اقول لك اياه. احكي لي هذا شو؟ يعني ما في تفضل؟ لا ما في تفضل. الموضوع مهم ضروري ضروري يعني. ما بتأجل لبكره؟ لا ما بتأجل. احكي لي شو؟ لك ما بصير نحكي هون الا جوا. ما بصير لا ينحكى جوا؟ الا جوا. شو هالموضوع الخطير اللي ما بينحكى الا جوا؟ لانه ضروري. ضروري؟ استنى لاخذ. يلا فوت الا. يلا. فوت امير فوت. والله شلشتني، شو الموضوع اللي ما بتأجل لبكره وما بينحكى غير عندي هون بالبيت؟ اولا السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي اتجوز. شو؟ مثل ما سمعت معلم بدي اتجوز. وليش جاي لعندي؟ شو جايبني خطابه ولا دايه؟ بدي اتجوز بنتك رباب. شو شو؟ ما سمعت، عيدها لشو؟ شو انا طالبين الحلال. طلبك ابو ملعون اللي ايش رقبتك؟ بعقلك انت ولا؟ ما حكينا شيء معلم، طالبين حلال منا. بدي حل رقبتك انت وامير، شو متفقين عليه ولا؟ شبك معلم، شو عملنا يعني؟ قلنا لك بالحلال. احللك. تعا 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 انت تعا. تعا بدك تتجوز؟ جواز قبرصي ان شاء الله. تعا تعا. انت هون؟ تعا لعندي لهون لهون لهون. تعا. تعا انا لميتكم بالزقايق والحوالي، بدكم تجننوني انتو اتنين، جايين بدكم تتجوزوا تتجوزوا. اه اجواز ابو ان شاء الله جايين وعندي بدكم تتجوزوا. ما بتعرفوا ما كان بالحسبان بنوب انه يهرب ابو عرب من الحبس، بس هالشي خربط كل اللي عم خطط له. يا حبيبي كنت بزينه هلأ صرت بزينه وأبو عرب، والله أعلم مين معهم كمان. لا يا بي، لازم لاقي دبارة قبل ما توقع على قصب راسي. لازم. بس شلون يا أبو جابي؟ شلون؟ هون أم أم لهنيك التعيد يبلاك بقتلك وقتله. لعم بكون جنوني، لع توقفوا لي قلبي. أكيد رح تموتنا معلم. هيك ظلمتنا معلم، ظلمتنا. وانت على أساس ما بتحب الظلم وهالحارة ظلموك وانت عم تنتقم منه، ظلمتنا. اسمع ولا اسمع، أنا ما بدي أظلمكم. انتو بتعرفوا قديش أنا بحن عليكم وعم شغلكم. ها وانتو تماديتوا كتير. لك ما بتعرفوا إنه الناس مقامات؟ يخرب بيتكم. لك أحكوا على قدكم. لو انتوا الاثنين قلتوا لي بدنا نتجوز كنت رحت معكم جاها وانا خطبت لكم. سامحنا معلم، غلطنا ومنك السماح. ايه عمل لك سامحنا. انا لح سامحكم وبتنسوا القصه من اساسها ولا بقى تجيبوا سيرتها بنوب. فهمت انت وياه؟ مشي يعني ما رح تقلعنا من الشغل؟ لك يا جدبان، اذا قلعتكم وين بدكم تروحوا؟ عندكم بيوت تقاويكم؟ لك عنكم خشية تقولا يخرب بيتك انت وياه. لا السبب انا مقاويكو. لا والله يا معلم، يعني لولا البايكي كنا نمنا بسقاق. الله يطعمني ويا ويلكم تفتحوا السيرة مرة تانية. خلاص معلم نسينا القصة. وإلك علينا يا معلم، ندور لك من اليوم على كم حمار جداد على كيف كيف كيف. هذا الكلام اللي عليه علامات، بعدين التفتوا لشغلكم لاحقين على الجواز ان شاء الله. جواز قبرصي ان شاء الله. الف مبروك اختي، عقبال ما تشوفي بالسلامة. الله يبارك فيك أخي. عقبال عندك. آخ آخ، ولا أحسن أرجع لحياتي مثل العالم والخلق. شو أخبار الشاغور؟ كل أهالي الشاغور اليوم كانوا مجتمعين على أساس يشوفوا عمي أبو عرب وهو عم ينهدم قدامهم. إيه. لما عرفوا إنه عمي أبو عرب هربان قامت الدنيا وما قعدي. إيوة، وشو ناويين يعملوا؟ كل رجال الشاغور استنفروا بدهم يلقطوا عمي أبو عرب بأقرب وقت. تفي من تمك، الله يعمي عنه يا رب. ما انه عمي ابو عرب نفاد، لازم نروح صوب ابو جابي. اخي بدي خبرك خبر مانو حلو. خير ان شاء الله. رباب اجاها عريس. شو هالحكي؟ انه بس بدي افهم شلون هرب. هلا مو المهم شلون هرب، المهم شلون بدنا نرد نمسكه. ايوه شو في ببالك يا ستي؟ انا رح اقلك. بس هديلي حالك وفهميني على الاخر. بعيوني تقبرني هات لشو؟ أول باشتان لازم نجوز جابر لسارة وبأسرع وقت. إلا هالقصة يا أبو جابر، إلا هالقصة. لك عم أقول لك روقي خديني بحلمي، شو بك عم تخطفي الكباية من راس الماعون؟ أنا من زمان عم أقول لك ما بدي هجوازة تم. إيه روقي روقي،
أنا بدي أعرف كل شيء عم يصير ببيت أبو عرب. بتقوم بدك تجوز لي ابني لسارة بنته لأبو عرب؟ إيه أنا ما صدقت إمتى صارت كل هالقصص معنا لحتى تنفسخ جوازي من أصلها. ما في غير هالحل. بعدين إن رضيتي وإن ما رضيتي ابنك راكب راسه ما حياخد غيرها. كمل. بقى إذا ضل ابنك جابر جواتهم رح نعرف كل كبيرة وصغيرة، وهيك رح تسهل علينا مسكته لأبو عرب. وإذا بدي أنا رح أجوز لك ابنك جابر مرة تانية، بحق له. شو يعني؟ الله كاتب علي طول عمري بيت أبو عرب يضلوا مثل الرابوس على صدري؟ يا بنت الحلال، لو ما كانت هون مصلحتنا ما بهزلك بدنك وحياة عينك، فهمي علي؟ خير إن شاء الله أبو جابر. شو هالحكي؟ شو هالحكي لك صبحية؟ مثل ما سمعت أخي. ومين ورا هالشي؟ مرت عمك وصال. يخرب بيت قلبك يا وصال. طيب ورباب موافقة؟ المسكينة متمنية تموت وما تاخد رجال غيرك. يعني هي مو موافقة؟ لا ايوه مو موافقة ابدا، مستعدة تموت 100 موتة وما تتجوز رجال غيرك، بس هي الحرباية وصالي على عيونها. ومين هو اللي بده يتجوزها؟ ابو خلدون الشالاتي. الحمام؟ شو هالحكي؟ ولك هذا اكبر من عمي ابو رباب؟ شوف اخي، مشان الحلال والحرام البنت لازم تعرف انك عايش. ايه ما بيجوز تتجوز رجال غيرك، ما بيجوز. العمى على القصة. لك لحنا من غير شي مو خاصين من بلا وصال. لك بتجينا مشاكل تانية بخص نص انه ابو رباه ما بيتأمن له ابنه. شو الحل اخي؟ لازم يكون في حل. البنت عم تموت 1000 موتة كل يوم، وعلى هوا مادريد كتب كتابها يوم الخميس. خير ان شاء الله. خليني بيت استخارة نشوف رب العالمين شو بيورجينا. اسمع شو بدي اقول لك. انت لازم توقف مع عيال بيت ابو عرب بعد اللي صار يا ابني. يا كيف لك انا اكيد يا ابي. مشان هيك لازم تتجوز بنتهم ساره باقرب وقت. صار الوقت يعني؟ ايه صار الوقت. صار الجماعه ما عاد في عندهم حدا، ولازم هالرجال يوقف معهم. زينت العقل والله، زينت العقل. بس بقى في شغله لازم نتفق عليها انا وياك. اللي لك ابو كامل وكبارية الحارة مو هاين عليهم انك تتجوز بنته لابو عرب وخاصة نص بهذا الوقت. ايه بقى مشان هيك نحن لازم نقول قدام العالم انه انت تجوزت من جونك من عقلك بدون ما تشاورني. ايوه ايه ليش لا؟ ايه الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك ويسعدك. يا ربي يا ربي، كل هالشي صاير معها؟ لحمة والله شغلة عجيبة غريبة، شغلة بتحط الأعلى بالكف. سيدي الحمد لله على كل شيء. صار حكيت لك يا بس هذا كلته ما له مهم لك يا غري. المهم أنت مصدقني ولا ما لك مصدقني؟ لك شو عم تحكي يا أبو عرب؟ اللي معاشك بيعرف طيبة أصلك ومعدنك، لم ممكن يشك فيك أبدا. سيدي الله يعزك الله يعزك. بس الشيء لازم تعرفه إني أنا هلا زلمة ملاحق، قصتي معادية، قصة كبيرة وفيها بلاوي. يمكن يجيك منها وجع راس، بدك تعرف هالشيء بدك تحسبه، فقال لي من هلا. ابو عرب انت مو ضيف، انت صاحب بيت، وغير الحكي ما عندي. وانا وحداني، لا قدامي ولا ورائي، وهي البيت قدامك، خود راحتك على الاخر، وما بتطلع من هون الا مثل ما فتت، فتت من حالك بتطلع من حالك ومن كونك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قول الله أبو عرب، قول الله يا رب. مو ذنب البنت لك أمي، مو ذنبك يا أمو، مو ذنبها، فهمناها وآمنت فيها. مشان هيك لازم أنت تتصرف مع سعاد على أساس عادي، يعني كأنه ما في شيء. مش أنا شو عم بعمل؟ شو عم تعمل يا أمو؟ باين عليك أشكر أنك مالك ملهوف للبنت. أي بعدين واحد يعني عريس جديد وكاتب كتابه مثلك، معقولة ما يروح يزور بيت خطيبته؟ ما عم أحسن يا أمو، ما عم أحسن. بدك تحسن يا عمو، تقبر قلبي بدك تحسن، وبدك ترضى باسمتك ونصيبك. ايوه شو يعني؟ يعني خلاص؟ اي خلاص. ولا ناوي تعلقنا مع ابو جابر وندخل فيها بقصص مالنا فيها ابدا؟ اللي بدك يا عمو، اللي بدك يا ماشي. هلا خلص وقت اللعب وصار وقت الجد. بدك تلاقيني زينه من تحت تقطيع الارض. هلا بشوفه. ما تقول لي هلا بشوفه هلا بطيء. بدك تجيبه ومن الآخر بدي إياه لزينه هون. أمرك زعيم. هلأ بشوف.
كرامي سيدي. حالا يا رجل. جبت العطب سيدي. تركونا يا رجل. حاضر سيدي. تعال معي انت وياك. طاير. احكي لي لشوف. شلون هربتوا لابو هرب من سجن القلعه؟ ومين يلي دفشك لهالشيء؟ مين ابو عرب سيدي؟ مين ابو عرب؟ بعمري ما شفته ولا سمعت باسمه يا سيدي. لا تتزاكى واحكي لي بالتي هي احسن. بشو احلف لك يا سيدي؟ بشو احلف لك انه ما بعرف شيء من اللي عم تقولوه؟ وسرور كمان ما بتعرفه؟ سرور؟ ايه بعرفه لسرور. شو به؟ في اكثر من شخص شافوك مع سرور يوم الحادثه وكنتوا عم تحكوا مع بعض. ايه سيدي طبيعي طبيعي سيدي، لأنه سرور عرض حالجي وأنا بأخذ منه المراسيل، يعني علاقتي فيه ما بتعدى شغلي سيدي. كذاب! صدقني يا سيدي، صدقني أنا موظف على باب الله وما ليقد هالشي اللي عم تقولوه يا سيدي. بنصحك إنك تعترف. إذا اعترفت رح ساعدك. يا سيدي بشو بدي أعترف؟ لو عامل شي كنت اعترفت. إذا بتقلي وين مكان أبو عرب ومين اللي دفشك لتهربه من السجن، أنا رح بريك وسكر الملف من أساسه، وهذا وعد مني. سيدي الله وكيلك ما بعرف، لو بعرف كنت قلت لك وارتحت من هالقصة كلها. الظاهر أنت ما رح تفهم بالكلام. يا سيدي بوس إيديك، بوس إيديك، أنا ما بعرف شيء وما دخلني بكل هالرواية. يا وجدي! نعم سيدي. شو شغلك معه؟ وما بتريحه حتى يعترف. حتى لو بده يموت بين ايديك. اكتب ورقة سيدي. يا سيدي بوسيلك. دخيلك يا سيدي والله ما لي حل. دخيلك يا سيدي. ومشان هيك من بعد اذنك مرت عمي، انا وساره صار لازم نتجوز. هلا؟ بهالوقت؟ انا مستحيل اقبل اتجوز قبل ما يرجع ابي للشاغور معزز ومكرم. هو يزفني بذات نفسه. يا سارة هذا مناي أنا كمان، بس ما عاد ظابطة بنوب تعدوا لحالكم. ما بيهم هذا الشيء من دون مباركة أبي. بس أنا أخذت موافقته، رحت لعنده على السجن وهو طلب مني أتجوزك. أنا أجلت الموضوع شوي، بس هلأ بعد اللي صار معكم لا يمكن أترككم ولا لحظة. شلون بدك ياني أفرح وأبي ماله موجود؟ اسمع يا جابر، سارة مرتك وحلالك وبتقدر تتجوزها إمتى ما بدك، طالما ابو عرب مبارك لجوازي انا ما عندي مشكله. اللي بتلاقيه مناسب اعمله. الله يقدرني يكون سند لكم يا مرت عمي. ديروا بالكم على حالكم. ها لا تاكلي هم يا صبحيه، لا تاكلي هم. اه كنت بتلو بالزلمه. ابتلى فيه على قوله ابو رباب، بدي كبكبو كباب. لكان بدي اتجوز بنت قد بناته، يخرب بيته. ومين مرتي؟ امشي زينو. فاتك اختي. الله معكم. يا مو؟ ايه مو لازم يزاري شي يزورنا. من وقت كتب الكتاب ما شفته؟ مو شايفه المشاكل اللي علقانة بالحارة؟ ايه وشو دخل هي بهي؟ يعني اذا ضل في مشاكل ما منشوف بعض؟ لك امي ليش بصرتك محروقة؟ بلكي كان زعلان. لا ما له زعلان، من شو بده يزعل يا بعدي؟ وينه؟ بعمرك ما تسألي على رجال. ها تركي الشوق لحاله بيجيبه. حاضر. ولا أعرف ولا أعرف. اسمعنا، بتطلع من بالك رباب بنت أبو رباب، وإذا بتفكر تتجوزها محسن الله ما خلقك، بخنك وبطلع بخوانيك. فهمت الملاك؟ مشان تتذكر تصرف. سامحني يا سعد، الشي اللي عم يصير أكبر مني. كان نفسي أوفي بوعدي وما أكون غير إلك. ظاهر ما عاد في أمل.
والله لولا خوفي من رب العالمين للحق حالي فيك. بس لا تخاف، هيك أنا وياك رح نكون مدفونين. أنت مدفون بتربتك وأنا مدفونة بهالعيشة اللي ما إلها لا طعم ولا ريحة من بعدك. شو هالخيلة هاي؟ القبورة اللي فيها أموات ما حدا عم يجي يزورها، شو قصة هالقبر؟ أكيد هالقبر في وراء قصة. خد أمي تقبر دي، دوقها الزيت. شو؟ حبيات صحتين. وأنا الله يرضى عليك يا أبي، بتروح لعن سهرك نزار اللي يجي يتغدى عنا اليوم. إيه بأمرك يا أبي. إيه والله صار له زمان ما أجا، هيئته مستحي. هذاك الهم يا أمو، اليوم بعزم أفيد. إيه دائما إن شاء الله. يلا الحمد لله. يسرت أغرني الله معك. يلا جاي معك يا أبي، جاي معك. تقعد كمل صحنك. لا لا دائما يا مو، شبعت. دعوا لنا. يسرت أغرني روح، الله يرضى عليك يا حق. شفتي بيت أبو عرب؟ خلاص سلبوه عقلاته لأخوكي، راح الصبي من بين إيدي. راح شوفي أخوكي راح يتجوز سارة. احلفي. احلف. فرحانة؟ وليش حتى ما أفرح؟ أخي بده يتجوز. مو لتكون جوازة بالأول؟ هي جنازة مو جوازي. يا بي ايه، من بعد اذنك انا اليوم بدي احكي مع مرت عمي ام عرب مشان نظبط موضوع الجوازه. ايه شو علي، اتكل على الله يا بي، اتكل على الله وان شاء الله الف مبروك سلام. وين انا بس تهدى الامور شوي، رح اعمل لك عرس مطنطن ماله اخ. الله يبارك فيك يا بي ويخليك فوق راسي يا رب. يلا يا بي. ايه؟ صحيح انا قبل ما انسى بدي استشيرك بموضوع الذهبات اللي اخذتهم بيت عمي. طولوا بالكم ليالي، طولوا بالكم اللائي لأبو عرب، طولوا بالكم قبل ما يقروا عليه بيت السردار. شو بقى؟ ماشي يا بي بأمرك، إذا أنت هيك شايف خلاص. لكن خلينا نلاقيه مشان ما نقول بعدين يا حيف ويا ندامة لك ابني. إن شاء الله يا بي. يا بي أنت تيسر، أنا بلحقك، بدي أوصل عند نزار يعزمه وأجي. ما تطول. يلا السلام عليكم. يا أبو عرب ويصلنا. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. فضل فضل. والله ما يلفت شيء، لا والله والله قلبي ناقص على ما أشوف أولادي وعيالي، طمن على أهليتي. أوعى فوتك على الحارة هلا مخوطرة، خص نص إنه هريبتك لساتها تهزر. عود. معلومة بعرف، وبكره بس تروق الأوضاع ورح تقدر ترجع تشوف عيالك. وراح تلاقي ألف طريقة وألف دوبارة. المهم هلأ ما قلت لي أنت بمين شاكي؟ أنا مين اللي راح يستفيد من أزايك على الشكل؟ أنا قادر أشغل مخيلك أبو جبري. هذا اللي صار معي أكبر من قصة غدر، أكبر بكتير. اللي صار معي حدا بده يعلقني على وسخة بأطلع منها. لك شعر أبو جابر، ما أنت قلت لي بعتلك لك بالرسالة على الحبس عم يحذروك منه؟ أعوذ بالله. شو عم تحكي أنت؟ أبو جابر شو الله مصلحة يعمل معي؟ لا لا أعوذ بالله. بعدين هو الوحيد من كل أهليتي، من كل أهلية حارتي كلها تب مقفلها اللي يفكر يزورني ويطمن علي. مش عاو ابنه جابر الله يرضى عليه عم يدير باله على أهليتي وعلى عيالي. شو عم تحكي أنت؟ لك ما لازم تعرف مين ورطك. الله الشيء الوحيد اللي بتأكد منه إنه السرايا، السرايا وعلى رأسهم عابد. بيعرفوا شيء، بيعرفوا كل شيء. لك مين ساعدك على هالبي؟ ما لازم تعرف مين؟ مين؟ هدول أنا لازم اجتمع معهم بأقرب وقت، بأقرب وقت لازم اجتمع معهم، لأنه هدول أكيد عندهم معلومات بتفيدني. هيك ها؟ هيك أنت عيني، هيك صار كل شيء مظبوط. أنا مشان هيك بدي أوصل لعاطف، هذا كيف ما كان، شو ما كان بدي أوصل له. مين هذا عاطف؟ عاطف هذا الدركي اللي كان مرسال بيني وبين الجماعة اللي برا. قلبي عم يقول لي انه عنده معلومات حتفيدني. لك رح تصل له، صدقني رح تصل له، بس انت اهدى وريح لي حالك شوي حتى يكون كل شيء محسوب. بسم الله. يلا مد ايدك. لك يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا يلا.
اهلين جابر. اهلين نزار، شفتك تقلقان علينا عمي، قلت لاجي اطمن عليك. الله يسامحك لك جابر، مالنا غنى، شرف، تفضل شرف. مستعجل انا مستعجل، بس اليوم مالك حجه ها؟ حماتك عزمتك على الغداء وعم نستناك. ايه منتشرف منتشرف. ولا تاخر ها، بدي استشيرك بموضوع ضروري. لعيونك جابر. يلا سلام. الله معك. والله الجماعه ما في منهم، بس اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. بس مين هي البنت اللي كانت عم تفوت وتطلع لعندهم؟ مين؟ بيقولوا الرمد ولا لعنة. شلون يعني؟ هلا انت مو بدك تضلي على زمته لزكور؟ مبلا مبلا، شلون لك كان خالتي مخلي الأكيد هذا الكلام؟ إذ ما كان الحل قاسي وبيحرق قلبك. ما في شي بيحرق لي قلبي غير مجافعة جوزي زكور لإلي. جوزي؟ شو؟ لإله بنت حلال طيبة ودرويشة تطبق على مخه وعلى مخك أنت، يعني برضا وبرضاكي. لك هي هي هيك ولا هيك بده يتجوز. بقاش كان أنت ساعدتي له بهالجوازة هي، رح تكسبي لك بنتي صدقيني، وبتضلي على زمته وتحت جناحه. لك أنا بحياة عمري ما تخيلت إنه وحدة تيجي تشاركني بذكور. شو عم تحكي يا خالتي؟ إيه وأنتي بنت حلال وطيبة وآدمية، وإلا ما تنحظي بضرها كمان بنت حلال مثلك. مو أحسن ما تخسري كله لك مشدوبة؟ يو لك بتضل حسه عندك بالبيت. بقيان 5 دقايق وبخلص زبوني اللي بين ايدي، بس اشتقت لك يا درساني وجيت سلم عليك. وانا بالاكثر. شلونك؟ الحمد لله. وشلونه جوزك؟ نشكر الله. يلا قعدي رح خلص وارجع لك. والله هالوداد حنونه وطيبه، وما رح لاقي احسن منها لتكون طرتي. يا باطل يا عادي، شفتهم بعيني مفوتينه على السرايا ومسرقن كمان. يعني انكشف امره؟ بلشوا تحقيق معه معناتها. الحم على القصة. تعرف؟ عفكر كيف مغيب هالمدة على السرايا. اوعك، اوعك عادي. شو اوعك؟ بركي عاطف قر علي. بتفتح العين على حالك وتخلي العالم تشتلي. خليك لاطي وقاعد على اساس ما في شيء. هيك قلتها؟ ايه لكن شو؟ خليني انا بتصرف بعدين. حسبي الله ونعم الوكيل بس. طيب ألف يا ويلاه لحتى قدرت هدي لأبو كامل. خايف يفتح علينا أبواب ما نقدها يا شيخ. شو كان ناوي يعمل؟ شو بيعرفني؟ كل ساعة عقله شكل. شي بده يهوش العباد على السرايا، شي بده يحجزون لعياله لأبو عرب. شو بيعرفني؟ والله خايف يعمل شي كايني ما نقدها نحنا. حماك أبو جابر بكل شي عم تقوله. مشان هيك كنت عم أفكر إنه شلون نقدر نوصل له، لأن بيني وبينك لما زرناه آخر مرة تذكر، يعني صدقني كنت حاسس انه هذا الرجال بريء. شلون ما بعرف. تصدق يا ابو جابر انا حسيت الاحساس نفسه. قلنا بلكي بنقدر نوصل له، بلكي بنقدر نساعده لهالرجال ونطالعه من العلقه. اكيد اكيد، وانا مني وعلي بس يوصلني اي خبر بلغ فورا. الله يبارك فيك يا مولانا، الله يبارك فيك. الله يقدرنا انه نوقف مع الحق يا رب. امين امين يا رب. مثل ما فهمتك بتروحي بتنادي على سيدك أبو جابر، بتقولي له الخان ومعاوزتك ضروري ضروري. حاضر يا ستي. يلا لا تتأخري. لا تكتب برجع. لشوف شو آخرت معك ومع وعودك يا أبو كامل. لشوف. شرفوا يا بشرفوا. أهلين وسهلين عمي نزار. بلم هلي عمي أبو جابر. شرفتوا آنست يا صغيري. تسلمي يا مرت عمي. يلا يا أبي يلا مدوا إيدكم. شو أسكب لك نزار؟ خلص أنا بسكب لحالي. شو بسكب لحالك؟ تعال ضيفنا عندي. تعال. تسلم. يلا يا أبي صب له. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. لين أختي خير؟ سيدي أبو جابر هون؟ هلأ طلع وراح على البيت. سلموا. عليه. قولي على قامتي
شلون بدي اشوف سعاد واحكي معه وخطيبه هو نزار؟ لك نزار نفسه شلون؟ ان شاء الله عمي ابو جابر هيك مجرد ما خلص دراستي بنعمل العرس. الله يختار الخير. قديش بدك لتخلص يعني؟ كم شهر زمان باذن الله وبكون تخرجت. على خير يا رب. الله يوفقك يا سهر. تسلم يا جابر. خليك اخي انا بفهم. تفضلي خالتي مخليل، وهي اجره العبايات مثل ما اتفقنا. ان شاء الله بيعيشوا دياتك. الهي يا رشدي طمنا، شلون شغل الجماعه؟ شغل ما عجبك يعني منين؟ ايه والله يا خالتي ام خليل، قديش نحن بنبعث الحريم يشتغلوا لنا، بس مثل شغل هالجماعه ما مرق علي. إيه معناتها لازم نزيد لهم الاجره شوي. لك والله لك ابني جماعه بيعازق. بحاول خالتي ام خليل، بحاكي عمي ابو جابر بركه بدنا نزيد لكم اياها. الله يرضى على اسمك، لا تنسى تقبرني. بتحبي احمل لك اياهم على البيت خالتي ام خليل؟ لا يو، انا بوصلهم. يلا سلام. الله يسلمك، ادعي لنا خالتي. اهلا وسهلا بشامة. اهلا وسهلا. اهلا فيكي عمي ابو جابر هون. اي جوا تفضل. اي زيد تفضل، طمني عليك انت منيحه. اشتقت لك كثير. يسعدك العافيه. والله مجاري لهنا على قلبك. يو ليه ما قلتي لي انه عندكم ضيوف؟ لا تستحي، ما في حدا غريب. شوفي سيدي، ستي مسالم بدها تشوفك ضروري. ايه بلغي عندي، بس خلص رح اروح لعندك. حاضر سيدي، عادي كلي. ريتو مجاري لهنا. يلا اودعنا. هي الخدامة تبعنا كانت تشتغل هون، بس هلأ راحت عند خالتي ام سالم لأنه سفيت لحالها. خير، كمل أكلك سهر، كمل أكلك. إن شاء الله دايمة عمي أبو جابر. يو شو دايمة؟ ما أكلت، ليكون طبخي ما عجبك. الله يسامحك يا مرت عمي، بالعكس أكلت منيح. إن شاء الله ألف صحة. صحتين وهنا إن شاء الله. عقلبكم. لعملك هي هي، هي هي، واسمها شامي. معناها مشان هيك كانت عم تفوت وتطلع لهون. ولي على حظي على هالغلطة. لك ولي وميت ولي. ضغوش فهم وفتح مخك معي. زينو إذا بيجي على المحل اوعك يروح قبل ما اجي. خلص انت ما تاكل هم عمي دياب، انا رح اتصرف لحالي، بس شوفه بالحارة ما تاكل هم. بس يعني انت لهلا ما قلت لي لشو بدك يا. لكن احنا شاكين انه زينو هو اللي رح يوصلنا لابو عرب. ايوه مشان هيك لازم نلقطه باسرع وقت. ايه خلص وجه. معقول شافني؟ ايه والله شافني. يا الله هلا بيكون عارف اني انا خدامة ببيت حمام. ويا على حظك المشحت يا شامي، ويا على حظك المشحت يا شامي. يو معقول عمي ابو جابر اشتغل على شيء؟ اي لا اكيد ما اشتغل. ما عملت شيء، ليش اشتغل؟ هي اجرة العبي يلي خلصوا. ان شاء الله بيسلموا هديات يا ام خليل. ربي يسلمك الهي يا ام عرب. عم عزك معنا خالتي. لا تبري قلبي، لا في عذاب ولا شيء. يكفني قلبك يا سارة، دمعت مي لأنه قلبي طاجش. من عيوني خالتي. يرضى على اسمك إلهي، دخيل العيون أحلى. ما قلتي لي شو في أخبار جديدة بالحارة؟ والله يا أم عرب عم بيقولوا إنه رجال الشاغور عم بيدوروا بكل الحارات على أبو عرب. يو أيوه شو هالحكيات؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الشيء اللي صار ما له مقبول ابدا ابدا. حق معك يا ام سالم، ولو كان في واحد براسه عقل هالقد ما بيقبل بهالشيء. وانا مليت على قد ما حكيت مع ابو كامل، بس الظاهر ما في خواص منه بهذا الموضوع بالذات. طيب يا خانم امريني، انا بالخدامه. بدي منك انت تلاحق لي قصه ابو عرب وتحط كل جهدك بالموضوع، عسى نوصل له بأقرب وقت ممكن. ليش مين قال لك مو أنا محروق أكثر منك؟ بس قلت لحالي يعني خلي أبو كامل هو يتابع الموضوع لأنه أولى. لا أنا عم أقول لك إلك مشان أنت تتصرف وتلاقي دوبارة من عندك، وأي شيء بتحتاجه أنا جاهزة. خلاص خلاص اعتبريني أنا من هاللحظة نادر حالي وكل ذاتي لحتى ألقط لك هذا أبو عرب. وأنا مالي نسياني وقفتك معنا يا أبو جابر، أبداً مالي نسياني. أعوذ بالله، أنا كل شيء عم أسويه أقل من الواجب يا خانو.
ليش انا بنسى لابو سالم الله يرحمه؟ بنسى فضله علي اللي طامرني طمر؟ شو هالحكي هاد؟ يلا ستي الله يرحمه بالاذن. الله معك. أنا كنت واعد بيت حماية وكل محامي لعمي أبو عرب. محامي بهالوقت ما رح يفيدنا بشيء. لك ليه؟ طالما عمي أبو عرب هربان من السجن فهو رح يضل مطلوب، بالعكس هيك صار عليه جرم زيادة. طيب شو بنعمل يعني بنضل تاركينه هيك للزلمة؟ جابر ما فينا نعمل شيء لحتى نعرف وين عمي أبو عرب ونجتمع فيه. بعتقد إلا ما يجي على الحارة، عياله هون. إيوه. إيه معك حق. الله يزر الحياة أحسن شيء جابر، الله يزر الحياة، شرف امشي معي. آمين يا أخي. احترام سيدي. خير يا شريف، شو في؟ سيدي وصلتنا بقية مستعجلة من الحاكمية. هات شو؟ خير في شي سيدي؟ قرار إعفائي من منصبي. شو؟ مثل ما سمعت. شلون سيدي يعني؟ شلون؟ الظاهر عابد نفذ اللي براسه. بس هذا ظلم يا سيدي، ظلم. ما عاد في فائدة. سيدي أرجوك لا تقول هذا الحكي. أنا ياما تعلمت منك شغلات كتير. ما بقى في داعي تقول لي يا سيدي. لأنه من هاللحظة أنا ما عاد لي سلطة عليك. لا تزعل علي. لأني وحياتك أنا مالي زعلان. أنا هلأ مرتاح كتير بس لأني نفذت الشيء اللي بيريح لي ضميري. يا مو هذا أكيد جابر، خلينا نضب اللعبة. هاتي انا بضب العبي، انتي روحي افتحي. يلا. لاخر مره بقول لك يا عاطف اروع اعترف وريحني معك. لك شو بدي اعترف؟ عم بقول لك مالي عامل شيء. كذاب. مالي كذاب. عم بقول لك كذاب. والله مالي كذاب، صدقني عم بقول لك مالي عامل شيء. طيب اتحمل اذا بتتحمل. لك اتحمل. انا عملت يا اعترف. شفرت عمي. شو هدول؟ هدول المصاري اللي كنا قايمينهم مشان المحامي. ليش ما وكلت محامي؟ انا سالت على الموضوع وقالوا لي هلا توكيل المحامي ما راح يفيدنا شيء. ليش بقى؟ لانه هروب لعمي ابو عرب شكل له تهمه تانية، والمحامي ما راح يقدر يعمل شيء قبل ما يعرفوا مكانه. اكيد ابي هرب من السجن لحتى يبري حاله وحيحسن باذن الله، بس الأهم من هذا هلأ أنه نحن نعرف وينه ونوصل له لحتى نحسن نساعده. إن شاء الله يا رب. مرت عمي من بعد إذنك أنا وسارة صار لازم نتجوز وأقعد عندكم بالبيت. وإنت قلت لأهلك الشغلة؟ بلغت أبي واتفقنا أنا وياه أنه أنا وسارة نتجوز على أساس أني طالع عن شوره. وليش بقى؟ قال لأنه بيت السردار ما بلاقوا حلوة أنه أنا وياك نتجوز قبل ما يا سمح الله يلتقط عمي أبو عرب. إذا أنتوا شايفين هيك أنا ما عندي مشكلة. معناتها اليوم نتكل على الله. اليوم؟ حاجة نماطل بالقصة. إن شاء الله ألف مبروك، الله يجعلها جوازة الدهر. الله يبارك فيك يا مرت عمي. طمني سيد عابد، وصلت شي لمعلومات عن أبو عرب؟ لسا البحث ماشي والتحقيق شغال، ولا تخاف رح نعرف كل شي. يستر على عرضك تابالي الموضوع، وأنا بعرفك ها، بعرفك إذا حطيت شغلة براسك تنهيها بأرضك. ما بخبي عليك، نحن شاكين بشخص من السجن يكون هو اللي هربوا لقوارة ومسكناه وبقيان بس يعترف، وساعتها رح نعرف لوين هرب. الله وإيدك، الله وإيدك يا سيد عابد.
لا تخاف من هالناحية، نحن بهمنا نطوله، إذا مو من شانها فمن شان هيبتنا. وبعدين لا تنسى إنه عندك شغل. أنا من ناحية عم مرتب كل شيء، غمض عين فتح عين تلاقيها تكركبت وقامت الدنيا وما قعدت.